ما فيش شك ان كلنا كنا متعاطفين مع كرواتيا. كرواتيا قصه رومانسيه جميله في الكوره، ولكن النهارده الواقعيه حكمت تاني. معلش انا كنت متعاطف مع فرنسا، معلش انا اسف يعني. واضح من بعتذر انا فاهم عشان الجرافات الزرقاء. لكن لا، اغلب الشارع المصري دايما الناس بتميل للاندر دوج او الفريق اللي هو الضعيف نوعا ما. هي في كرواتيا مش ضعيفه، كرواتيا فيها اسماء ممتازه جدا، ممكن حتى افضل من اسماء تانية في منتخبات كبيره. اعتقد هم عملوا بطوله ممتازه، وصلوا النهائي، ده افضل انجاز في تاريخهم. كرواتيا وجع عام دوله حديثه طبعا، لان هي انفصلت عن يوغوسلافيا مؤخرا من حوالي 25 سنه بس. صحيح. فده انجاز كبير للامه الكرواتيه نفسها. واعتقد يعني امه تعداد سكانها 3 مليون 3 مليون تقريبا ونص، يعني يعني ودوله حديثه، حديثة. عندهم حضاره هم كرويه. هم استفادوا من الكوره بعد انفصالهم بسنين قليله، يعني حوالي 3 4 سنين بعد انفصالهم، كانوا في نص نهائي كاس عام 98. فهم من اول يوم بيستفيدوا من الكوره بان هم يسوقوا نفسهم بشكل كويس.